نعم. إذا كان الإنسان مسافر، نعم، ووجد الناس يصلون الظهر وهم مقيمون، ما علم أنهم مقيمون وهو ولم يدرك إلا ركعتين، فسلم، فبعد الصلاة فترة علم أنهم مقرر. نعم. فما الحكم؟ الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي سلم منها، وذلك لأن المسافر إذا دخل مع الإمام صار حكمه حكم الإمام،